الاسوس انستي، الاسوس انستي، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهنئكم ايها الاحباء بعيد القيامه المجيد. عيد القيامه هو قمه اعيادنا وفرح افراحنا. اهنئكم جميعا في كل مكان. اهنئ الاباء المطارنه والاباء الاساقفه والاباء الكهنه القمامسه والقصوص والاباء الرهبان والشمامسه وكل الأراخنة وأعضاء مجالس الكنائس في الإبرشيات المتعددة، وأيضا كل الشعب، الشباب والخدام والخادمات وكل الأسر وكل الصغار وكل الأطفال. أهنئكم بعيد القيامة المجيد الذي نسميه بثلاثة أسماء. نسميه عيد الفصح باس أوفر، وهو يعني العبور من الظلام إلى النور، وهو الليلة التي نقضيها قبل قداس القيامة في ليلة أبو غلامسيس، حيث ندخل الكنيسة في الظلام وننتهي بالقداس في سبت الفرح في النور. وأيضا نسميها عيد القيامة أو الإيستر، وهذه الكلمة تأتي من كلمة إيست معناها شرق، فهو عيد مشرقي، والشرق دائما يعبر عنه بالنور. أهنئكم أيضا بالتسمية الثالثة، وهو تسمية يوم الأحد، فهو عيد الأحد، وصندي معناها يوم النور، فهذا هو يوم النور أو عيد النور. في أحداث القيامة المجيدة وما يسبقها من أسبوع الألام وهذه الأحداث الكثيرة، تقابلنا شخصيات متعددة. القيامة هي الحدث الأكبر في تاريخ البشرية الذي يزرع الأمل في حياة البشر، وهذا يجعلنا نقف أمام نوعين من البشر. هناك نوع من البشر يصنع الألم، وهناك نوع آخر من البشر يزرع الأمل. في اللغة العربية كلمة الألم وكلمة الأمل بنفس الحروف، وإن كانت ليست بنفس الترتيب. هناك من يصنع الألم أو الآلام في حياة البشر، وهناك من يزرع الأمل أو الآمال في حياة البشر. القيامة هي الحدث الأكبر الذي حدث على الأرض يزرع الأمل في نفوس البشر. تعالوا كده ناخد بعض أمثلة صغيرة. إذا قرأنا في بدايات العهد الجديد نقرأ عن هيرودس الملك، إنسانا صنع الألم، فهو المسؤول عن قتل أطفال بيت لحم اللي كان عمرهم أقل من سنتين، وكان يقصد أن يقتل المسيح أيضا. زرع الألم، صنع الألم، وكانت النتيجة أن البكاء والعويل يملأان كل الأرجاء بسبب قتل الأطفال. مثال آخر في الذين صنعوا الألم في حياة البشر، اليهود الذين صلبوا السيد المسيح. آلام الصليب كانت آلام متعددة، جسدية ونفسية ومعنوية، آلام الاستهزاء وآلام المسامير وآلام إكليل الشوك وآلام الصليب نفسه وصراخ الجماهير الحاضرة وحنقهم وشتائمهم وألفاظهم الشديدة التي كانت موجهة للسيد المسيح على عود الصليب. هذه الآلام الشديدة صنعها اليهود الذين صلبوا السيد المسيح وانتهت بموت المسيح على الصليب. مثال آخر للذين يصنعوا الألم في حياة البشر، ذلك التلميذ الخائن يهوذا، كان تلميذا اختاره المسيح وصار في وسط التلاميذ إخوته وعاش بينهم وشاهد معجزات السيد المسيح وشاهد تعاليمه واستمع إليها، ولكن نفسه الرخيصة جعلته يقيم المسيح بالمال ويسبب آلاما شديدة ويخونه ويبيعه بقليل من المال، وتكون النتيجة أنه يشنق نفسه ويموت.
هذه أمثلة من الذين يصنعون الألم في حياة البشر. الأمثلة كثيرة. هؤلاء الذين يصنعون الظلام في حياة البشر، سواء ظلام العقول أو ظلام القلوب، هؤلاء الذين يسببون الفشل في حياة الآخرين، كل نوعيات الخوف، القلق، صراعات المال الشديدة بين البشر التي تؤدي إلى العنف وتؤدي إلى الحروب، هؤلاء الذين يصنعون الآلام مثل الذين يعاندون المعاند والإنسان الرافض والإنسان الذي يميل إلى العنف، الذين يزرعون الأكاذيب والشائعات والشكوك ويقدمون اليأس للآخرين، كل هؤلاء وغيرهم يصنعوا آلام، هؤلاء بدون المسيح. أما النوع الآخر من البشر الذين يزرعون الأمل في حياة البشر، كانت قيامة المسيح حدثا قويا في زراعة الأمل، وهو الحدث الذي تقوم عليه المسيحية. فالمسيحية كلها تقوم على قيامة السيد المسيح، لأن ليس بأحد غيره الخلاص. تأملوا معي مريم المجدلية التي كانت تمثل امرأة يائسة تبحث عن مسيحها ولم تجده، ولكن ظهور المسيح لها ثم كلامه لها أعاد لها الأمل، وصارت مريم المجدلية حاملة رسالة بشرى القيامة إلى التلاميذ وإلى الرسل. انظروا معي تلميذي عمواس المتجهين قريبا من أورشليم، يتحدثون ولكنهم بيأس. ثم عندما يظهر بينهم المسيح في أثناء السفر ويقول لهم: أيها البطيئة القلوب والأفهام، ويعيد إليهم الرجاء والأمل. انظروا إلى جماعة التلاميذ الذين كانوا في حالة خوف وحالة حيرة شديدة بعد صليب المسيح وبعد القيامة، وهم في العلية، ولكنهم في حالة اليأس الشديد وكأنهم بلا أمل. يظهر بينهم المسيح ويقول لنا الكتاب في إنجيل معلمنا يوحنا: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. زرع الأمل. أنت تستطيع أن تختار أيها الحبيب من أي مكان أنت، هل من الذين يصنعون الألم في حياة الآخرين، أم الذين يزرعون الأمل في حياة البشر. يمكنك أن تزرع الأمل بالكلمة المشجعة، بتقديم أمال وفتح باب الرجاء، بصنع السلام. أنت عندما تسامح الآخرين أنت تزرع الأمل. أنت عندما تستقبل كل أحد بابتسامتك أنت تزرع الأمل. أنت عندما تتصرف في سلوكياتك اليومية بإيجابية أنت تزرع الأمل. أحبائي، أهنئكم بهذا العيد، عيد القيامة. أهنئ كل كنائسنا في مشارق الأرض ومغاربها. أهنئ كل الإبرشيات القبطية المصرية الأرثوذكسية الموجودة في بقاع الأرض، في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في أمريكا اللاتينية، في دول أوروبا، في دول أفريقيا، في دول آسيا، في الكرسي الأورشليمي، في أستراليا، وكل أبنائنا الأحباء في كل مكان. تهنئتي القلبية والخاصة لجميعكم، وأرجو أن تكون أفراح هذا العيد تملأ قلوبكم جميعا. وهنئكم من أرض مصر، الأرض المحبوبة عند ربنا يسوع المسيح، والتي عاش فيها زمانا مع أمنا القديسة العذراء مريم ومع القديس يوسف النجار. أهنئكم جميعا وأطلب لكم كل خير
كل محبة كل سلام. نقول تحية القيامة خريسوس أنستي أليسوس أنستي. المسيح قام، بالحقيقة قد قام.